FM. الكلمة ليك. كل زيارة لرئيس الجمهورية تكون عندها معاني ومغازي وأهمية سياسية، وخاصة الزيارة هذه هي زيارة دولة وهي أعلى درجات معناها الزيارات الدبلوماسية الرئاسية. وأولا فيها تعزيز وتأكيد على عمق العلاقات ما بين تونس وإيطاليا، ثانيا فيها مواصلة لمسار متاع تطوير التعاون بين تونس وإيطاليا، واللي بدأ الباجي قايد السبسي منذ كان وزير أول في 2011، ثم تواصل بعد توليه رئاسة الجمهورية. واليوم معناها فما ديزاكور اللي في الجانب الاقتصادي اللي باش يتم امضاءهم، فما اللي تم امضاء وانهاءه البارح، فما اللي باش يتم انهاءه اليوم، فما 6 اتفاقيات، وفما حاجة أخرى مهمة كذلك هي إيجاد معناها مش سبل لكن إقناع، وهي فرصة باش المستثمرين الإيطاليين يجيوا لبلادنا، فرصة كما قال رئيس الجمهورية البارح باش يعمل وعمل نداء للإيطاليين، يعني رجال أعمال وشعب ودولة، لرفع الحظر على تونس وتطمين الشريك الإيطالي بأنه تونس اليوم دولة آمنة، اليوم مناخ الأعمال قاعد يتحسن وفما آفاق كبيرة، أنه الوضع الاجتماعي الوضع السياحي طيب، والظروف معناها الاستضافة طيبة جدا، وبالتالي السياح الإيطاليين والأوروبيين بصفة عامة ينجموا يرجعوا لتونس اللي عزفوا عليها عندهم سنوات. وكذلك فما المسائل اللي تخص الهجرة التونسية إلى إيطاليا شرعية أو سرية باش يتم المحادثات فيها وتكون نتيجتها. فما رجال أعمال كذلك اللي باش يلتقيوا مع رجال أعمال إيطاليين، ونعرفوا أنه فما برنامج مهم اللي تم العمل عليه منذ مدة، وهو في الحقيقة en cours de finalisation، معناها وإن شاء الله معناها كيما شوف نقول لكم كيما إيربوس كيف معملها قعد موجود وقرروا أنه يعملوا توسع وكذا، كانت مثلت بشرة للتوانسة وكثلت، لأنه أي مشروع صناعي فإنه طاقة استيعاب اليد العاملة أولا اليد العاملة والأصحاب الشهائد واسعة. أي مشروع صناعي يفرحنا الناس كل ويفرح التوانسة بصفة عامة، ينجم يمتص جزء من البطالة ويخلق حوله معناه إمكانيات متاع عمله متاع شغل دون مانيير انديركت. الكلمة ليك.